السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، يا رب تعجبك. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى مش هتضطري تروحي لأي بيوتي سنتر عشان تعملي الحمام المغربي، انا جبت لكم الطريقة بتاعته. اول حاجة، وانتي لازم تنقعي جسمك كله في مية سخنة. لو ما عندكيش بانيو عادي، ممكن تقفي في تحت الدش في البخار لحد ما يعني تحسي ان انت ايه درجة الحرارة بتاعت المية السخنة تقدري تستحمليها. على قد ما تقدري خلي المية سخنة 10 دقايق كده، وبعدين هتجيبي الصابون المغربي. طبعا في عطارين بيبيعوا الصابون المغربي ده سايب، ياريت لو لقيتيه هيبقى احلى واحسن طبعا. وفي اللي هو العلب الكبيرة دي، انا بقى بجيب ده لان ده اللي لقيته متوفر، ما لقيتش التاني. كنت بجيب من التاني اللي هو السايب، كان حلو قوي بس للأسف ما بقاش موجود، فبجيب العلبة دي. هو شكله طبعا انت هيجيلكوا الاسم بالشقلوب اهو. هو اسمه انهار صابون المغربي البلدي الذهبي اهو، هتلاقيه مكتوب عليه بزيت الزيتون والارجان، عشان زيت الزيتون طبعا بيعمل ترطيب عالي قوي للجسم. طبعا انا ايه واكلاه. بصوا هو بيبقى شكله عامل كده، وهو ده. بس انت هتاخده منه طبعا بعد ما تبقي نقعتي نفسك 10 دقايق على قد ما تقدري، 10 دقايق ربع ساعة في المية السخنة، تحسي ان انت بوشتي كده، وتروحي جايبة الصابون المغربي وتحطيه على جسمك كله بحركة دائرية كده. هو ده بيبقى شكله، بس اللي بيبقى سايب بيبقى لونه اغمق شوية، بس هو احلى بصراحة من ده. بس انا ما لقيتش غير ده دلوقتي اهو. بتسيبيه كده على بشرتك لمدة 10 دقايق ربع ساعة، هتلاقيه نشف شوية. بعدين هتشطفيه بالمية السخنة برضو، ما فيش مية ساقعة دلوقتي خالص. هتغسليه بالمية السخنة من غير ما تحطي ليفة او اي حاجة، بس تنزلي الصابون ده كله من على جسمك. وبعدين بعد ما تخلصي الخطوة دي هتروحي جايبة الطمي المغربي. الطمي المغربي برضو بيتجمع من عند العطار، وده كان شكله. هو انا بجيبه بالكيلو من عند العطار، حلوة قوي 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 على فكرة، احلى من اللي هو بيبقى العلب. العلب الجاهزة دي بتبقى وحشة وما بتبقاش حلوة زي الطمي المغربي اللي هو السايب ده. ده هو بيبقى شكله عامل كده، وساعات بتلاقي فيه حتت. الحتت دي طبعا ده بيعرفك ان هو اصلي. الحتت دي بتاخديها وبتكسريها عادي جدا بايد الهول. وريكي شكله، تشيلي الصابون ده، بس بتسيبي الصابون الاول على بشرتك 10 دقايق ربع ساعة، وبتغسليه من غير ليفة ومن غير اي حاجة. هنجيبي طبق وتحطي على قد بقى ما تكفي جسمك كله طمي ده. انا لقيت في حتت طبعا وكنت مكسراه كله اهو. ده بيبقى شكله اهو، يا رب يكون باين. ده بيبقى شكله عامل كده، هو ريحته حلوه مش وحش خالص. وبعدين بتعجني يا اما بميه ورد يا اما بميه عاديه خالص. هو عادي، هي ميه الورد زي الميه العاديه بالظبط. بتحطيه حبه حبه، تفضلي تقلبي فيه لحد ما ايه تشوفي القوام بتاعه. احنا مش عايزينه ميه، لان لو حطيتيه على جسمك وهو ميه هينزل ومش هتعملي بأي حاجه. فتخليه ان هو تقيل شويه، ولا هو زي قوام الكريم كده، لا اخف منه شويه. وتحسي ان هو ريحته عامله زي الطوب كده، يعني هو ريحته حلوه مش وحشه، بس هتشوفي نتيجته احلى من الف بيوتي سنتر كمان اهو. بصوا القوام بتاعه هيبقى كده، ولا تقيل ولا خفيف. ان هو تحطيه على بشرتك هيمسك في بشرتك، وممكن الطمي ده تحطيه على وشك عادي جدا، ما بيعملش اي حاجه. لا ده بيفتح البشره وبيديها نعومه حلوه قوي قوي. ده بقى بتجيبيه وتروحي فرده على بشرتك كلها. طبعا انت بتكوني مجهزه كل الحاجه دي قبل طبعا ما تدخلي اهو. هو ده بيبقى شكله، تفضلي فرداه كده وما تقليهوش عشان خاطر ينشف بسرعه، لان ده احنا بنستناه لما بينشف اهو. بيبقى ده منظره. بتسيبيه بقى على بشرتك لحد ما ينشف خالص، وهتلاقيه شقق كده تعرفي منه ان هو نشف.
هتبتدي برضو هتغسليه بميه سخنه، مش بميه ساقعه، ويا ريت الميه السخنه على قد ما انت تستحمليها. هتغسليه بميه سخنه وتنزلي كل اللي على جسمك ده كله، وممكن تحطيه برضو على بشرتك، مش هيعمل اي حاجه زي ما انا قلت. وبعدين تروحي غسلاه، وبعدين بالليفه المغربيه، طبعا كلنا عارفينها اللي هي الليفه السوداء، بس هي للاسف هي بتتقطع بسرعه جدا. انا عندي دي برضو خشنه جدا، بتلبسيها طبعا بعد ما نزلتي. ما ينفعش تحطي الصابون على الليفه المغربيه اللي هي السوداء، لانها الصابون هيبوظها، او الشاور والحاجات دي هيبوظها. ولا ينفع تدعكي الطمي ده بالليفه، لا، انت بتتخلصي من كل اللي في جسمك، الماسك كله، وبعدين بتلبسي الليفه. هي بتبقى عامله كده زي الجوانتي، وتفضلي بحركه دائريه تعملي كده بس، يعني ما تضغطيش قوي وما تبقيش برضو حنينه قوي. يعني هتلاقي بقى كل اللي في جسمك ده بينزل، الجلد الميت، كل حاجه مش حلوه في جسمك هتلاقيها نزلت، وبيفتح قوي الاماكن الحساسه. وتفضلي تدعكي كده على قد ما تقدري. وفي الاخر خالص بقى، دي الخطوه الاخيره، بتشطفي جسمك بميه ساقعه مش بميه سخنه. خلاص احنا كده خلصنا مرحله الميه السخنه، احنا بقى بنغسل جسمنا بميه ساقعه في الاخر، عشان تبقي انت قفلتي المسام خالص، وهتلاقي بقى نعومه وترطيب لجسمك حلو قوي. لان الصابون ده فيه زيت زيتون، فزيت الزيتون بيديكي ترطيب عالي قوي. بس كده في الاخر خالص، بعد ما بتطلعي تنشفي جسمك كويس وبترطبيه، بترطبيه باي نوع زيت او اي نوع كريم. ممكن ترطبيه بزيت الورد، زيت جوز الهند، ممكن ترطبيه بزيت جونسون بتاع الاطفال، حلو قوي. ممكن باي كريم عندك، ممكن بفوزلين، بس اهم حاجه ترطبيه عشان يديكي نعومه اكتر. بس كده، يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.